يارا أنا عندي فقرة اسمها Let's Talk، هي فقرة بتعرف الناس أكتر عنك. ولا تقدر تقعد يوم كامل بلا سوشيال ميديا؟ إيه، وعملتها قبل قعدة جمعة كاملة 7 أيام بدون تليفون، مش بس سوشيال ميديا. لازم تاخدي بريك. هلأ ما فيك تنقطع كتير لأنه بدك تضلي تبيني على السوشيال ميديا وتبيني للعالم اللي بتحبك وتصوري محتوى جديد، بس لازم من كل فترة تاني الواحد ياخد بريك لأنه السوشيال ميديا كتير بتعب وكتير بدها أنرجي. يارا أنت شخص غيور أم لا بالحياة؟ هون بلشنا أسئلة شخصية. هلأ هلأ هي كلها شخصية، بس هيك شوي لنزيح شوي عن العمل والسوشيال ميديا. أنا إنسان غيور، غيور على شغلي. إيه، بحب القصص اللي أحسن تكون لإلي على طول، وبعلاقتي الخاصة بس لحتى أعطيك الشيء اللي أنت بدك إياه. غيورة. إيه، حلو الغيرة، هي الغيرة من الحب لأي مدى. مزبوط، حلو الغيرة، بس إنه الغيرة الهيلثي، يعني مش الغيرة اللي مش هيلثي. يارا شو أكبر عمل جنوني أمتى في بحياتك؟ أكبر عمل جنوني قصدك بالشغل وتصوير سوشيال ميديا كامبينز؟ اللي بدك إياه، يا بحياتك الشخصية يا بالعملية، ما بتفرق. بحياتي العملية عملت إعلان لسامسونج مش من زمان، كان كتير حلو، كان شوي جنون. البروجكت كان كتير كبير، كان ريل، بس عملنا فيديو كان كتير قوي، هيك قصص بتطير بالهواء، inspired by a movie يعني. فهيدا بعتقد من أكتر القصص اللي جنون عملتها. أخذنا 16 ساعة تصوير متواصلة الفيديو، فايه هذا بعتبره من القصص المجنونة اللي عملتها. طيب أصعب شيء عملتي بحياتك، مهمة صعبة أمتى فيها، يعني أخذت وقت، أخذت جهد، أخذت تعب؟ في كذا شغلة بعتبرها عملتها كانت إذا بدك تحدي، مش إنه صعبة، بس من أكتر القصص اللي بعتبرها كانت تحدي هي لما غيرت الكاريير تبعي. أنا كنت عاملة بيولوجي وكان عندي ماسترز بالبيولوجي بالمولكولر دايجنوستكس، وقررت فجأة أنا أني صير صانع محتوى وبلشت أدرس كل القصص من أول وجديد. هلأ عم بعمل MBA بالديجيتال ماركتينج لحتى أتعلم أكتر عن هذا الدومين اللي كل يوم بيتقدم. فكان يعني إذا بدك كانت نقلة نوعية، كانت تحدي كبير بالنسبة لإلي. اسم الله عليك، يعني ما بدنا ننسى كمان الشق الجمالي، يعني اللي هو ميز يارا بمنصفه، اللي كمان العالم بتعرفك من وراء مس لبنان. خبرينا كمان قديه هيك بتحافظي على جمالك الطبيعي، وقديه كمان بتحافظي على جمالك الداخلي وكمان على الصحة النفسية والعقلية. مزبوط، الجمال الخارجي إذا بدك شيء من ربنا الواحد عليه حافظ عليه، وأنا شخصياً بحب حافظ على الجمال الطبيعي. أما الجمال الداخلي والراحة النفسية والمنتل هيلث هي شيء كتير مهم، وخصوصي بدومين السوشيال ميديا وبهيدا العالم اللي احنا عايشين فيه هلأ، كتير مهم نضل محافظين على المنتل هيلث تبعنا، خصوصي كمان للعالم اللي عايشين بلبنان. سؤال الأخير، أكيد أنت شخص طموح، يعني واضح من الكونتنت اللي عم بتقدميه وعم نتابعك أكيد. شو اللي بعد ما حققته يا رب منصف؟ شو اللي بعد ما حققته يا رب؟ يعني اسم الله عليك، بيولوجي وجمال ويعني كونتنت وكل شيء، شو بعد فيه؟ شو ناطرنا؟ ثانك يو. في كتير قصص جاي جديد إذا الله راد، إن كان بزنس أو براند إن شاء الله عم بشتغل عليها قريباً، والواحد هيك بيطلع إذا بدك السلم درجة درجة، فهيدا اللي صار أنا بعتبره بس البداية يعني، وإن شاء الله بالمستقبل حتشوفوا شو حيكون في قصص حلوة جديدة. Thank you يارا، أنا كتير حبيت المقابلة السريعة معك، إن شاء الله أنت تكوني حبيتيها، وبدنا نتمنى لك أكيد التوفيق بكل مسيرتك المهنية والشخصية. Thank you كتير، يعطيكي ألف عافية، وكتير حبيت المقابلة.